يحتض عن آخره. أجواء رهيبة أكيد ستكون ممتعة ومثيرة الليلة بين الفريقين العملاقين. ريتس من دون ماني ومن دون فابينيو في كرسي الاحتياط، والمان من دون بوغي الوسط لصالح عناصر مغلق، خاصة إذا لم يسجل صلاح. حمار كرة خطيرة، نابي كايتا جول، صلاح ونابي وكايتا جول. الدقيقة 5، أول كرة وأول فرصة وأول لمسة وأول تمريرة من صلاح. صلاح لم يعد مسجلا فقط وهداف، بل صار ممررا حاسما. شوفي خطيرة، خطيرة في فيرمينو، بابا 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 با. ما هذه الشوارع خطيرة، نابي كايتا، أرنولد، بابا 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 جول أرنولد، وشوطة وجول. يا له من ليفربول ويا له من مانشستر يونايتد، ما هذا العجب في ظرف 4. نعم، وكأنهم في غيبوبة في الربع ساعة الأول من راشفورد. راشفورد، وي كثرت يا راشفورد. رونالدو على الجهة اليسرى، دخل راشفورد، رجعت لفريق منطقتها، يصاب الاختراق برونو فرنانديز، يحاول تغطية من ليندولف، ما زالهم سمولد. أرنولد يبحث عن محمد صلاح، ولكن راح كوت ماكتوميناي. ماكتوميناي محتفظ بالكرة لسكوتلاند، اللاعب برونو، الكرة هنا راحت لوكشو، 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 تسديد 0. فريد انطلق من الوسط، يو. رونالدو، 5 مدافعين رجعوا، رونالدو مازال، رونالدو، راشفورد على الجهة اليسرى، راشفورد مع لوك شو، كرة راش في هذه اللحظات بعد هكذا السقوط. هدف بين لوك شو وهاري ماغواير وارنولد، تمريرته إذن يقول، لكن لم يفهم لماذا صاروا امامه، محتفظ بالكرة، جرينوود اغلقت في تمر، التغطية الدفاعية ثم رد، كرة ممتازة، راشفورد لم يقدر على هذه الكرة الثانية، يرجع لراشفورد، راشفورد في المراوغة من أمام سكوت ماكتوميناي، لعبة الكرة لهندرسون، جرينوود، جرينوود وفرنانديش، جرينوود، تيس جوتا يلعبها ناحية أرنولد، الدفاع بصعوبة خرجها، ما زالت الخطورة، نابي، وفيرمينو في القائمة الثاني كاد يلحق على هذه الكرة. عرف صلاح، عرف صلاح، وصلاح، يعني بكل التفوق لعناصر هذا الموسم في الدوري. كرة بعيدة لرونالدو، واندرو روبرتسون يتدخل في آخر لحظة ويخرجها مباشرة في الركنية. يرجع للوكشو مرة ثانية، لوكشو، نعم، رأي التسلل من ماركوس راشفورد، برونو فرنانديش ناحية راشفورد، يتوغل الفرنسي، الثالث، الثالث، با 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 جول. انت سفاح يا صلاح، حتى لا اقول عنك بانك مجرم كرة وقاتل وماكر وبارع، تسجل هدفك اليوم في الألترافورد، يصنع فريق ليفربول، با 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 جول. بالأربعة يا سولشار، لو كنت مكانك لا غادرت الأرض. إنهما غائبان على أرضية الميدان. ويلتون خرج له جوتا، جوتا، أندرو روبرتسون وصلت من هنالك لكورتي، منذ حين في حين ولا تغيير، مع التغيير الأول خلال الشوط الأول مع خروج اللاعب جيمس ميلنر ودخول كورتي، تمكن منها، تروح مباشرة لنابي كايتا، تسترجع من بوغبا، كثير من كان منفوخ كثير من الصحافة اللي شاح الكرة من هنالك لمحمد، يتفوق عليه اليمنى، خرج بالكرة، وان بيساكا ما زال ضيعتها لصلاح، الثلاثية التاريخية، صلاح، بابا بابا با جول، هاتريك تاريخي لصلاح، أنت تسجل التاريخ بأحرف من ذهب يا صلاح، الخامس لصالح ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد. ارحم المان يا صلاح، ارحم المان، يسجل سوبر هاتريك، رونالدو حاول يمر، رونالدو، رونالدو يسجل الجول الأول، رونالدو يسجل الجول الأول للمان، الرابع لكريستيانو رونالدو، السابع له في 8 مواجهات لعبها لحد الآن. قال بأنه سيسكت الأفواه، البول صعب عليه أنه يقبل، ولكن بهكذا ضغوطاته، وماكواير الحكم يقول ليس هناك خطأ، ويرجع ويصف الخطأ لصالحه.
خاطر فريق ليفربول. ماغواير يقول لعب الكرة لو يزيد ركلة جزاء. أرجو أن تخجل على نفسك وتغادر. أنا بول بوجبا مرة ثانية، الحكم يرجع ويصفر خطأ ويخرج البطاقة الصفراء في تقديم الرجل هنا في تقدير حكم المباراة أمام بول بوجبا. دفاع يوسم وينفرد بريادة ترتيب هدفي البريمير ليج. الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثية ضد البطاقة الحمراء لبول بوجبا بعد ساعة لعب. يطرد حكم المباراة لاعب دخل منذ ربع ساعة لعب. تشامبرلين الكرة البعيدة من تشامبرلين في انجلترا فني وكروي في لعبة كرة. صلاح بالإضافة لكل الأرقام صار أول لاعب. ثانية دالوت والتوزيعة بعيدة. خالد أن نسميه مانشستر يونايتد خاسر بالخمسة لأن الماتي رونالدو، لكن الكرة بعيدة تماما. يعني ثلاث مباريات إذا لم تقيله هذه المباراة كل اليوم باش يفوزوا عليه بالعشرة سيفعلون. جوتا كاد يستلم هذه، هنالك ناحية جوتا التوزيعة بعيدة تماما هذه ذلك في سنة